زين نهار اليوم سحاعدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم. السلام عليكم تلاميذي، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. إذا كما عودناكم في دروس علوم الطبيعة والحياة في الحصة الماضية قمنا بتذكير بالمكتسبات من خلال دخلنا مقطع التغذية عند الإنسان بسبب انقطاع دروس الفصل الثالث، ولأننا قمنا بتذكير للفصل الثاني قمنا بأكملنا دروس الفصل الثاني ندخل في دروس الفصل الأول. إذن دروس الفصل الأول تتمحور حول التغذية عند الإنسان. في الحصة الماضية كما قلنا قمنا بتذكير، الآن نقوم بدرس درس يكون تكون إشكاليته كالآتي. إذن عندما نتناول الأغذية تخرج عن طريق القي، نتقيها. هذا التقي عندما نتقي الأغذية تلاحظون على مستوى هذا القي شكل الطعام تغير، لونه تغير، مذاقه تغير. إذا ما هو سبب كل هذه التغيرات؟ إذا نقوم بعرض النشاط المقبل. قبل أن نعرض النشاط، كثيرنا تناول جزء خبز نحس بطعم. حسب رأيكم ما هو هذا الطعم؟ يعني يكون طعم الخبز يكون حلو نوعا ما. نعم، فكثير من يقول أنه لا يكون حلوا لكن يكون طعم الخبز حلو. الآن السؤال المطروح هو ما هو سبب كون طعم هذا الخبز حلو؟ إذا نعرض التجربة المقابلة وقبل عرض التجربة نقوم عنا تذكير. التذكير هو عندما نعرض عندما نحضر محلول في الهند نضع فيه سكر، نقوم بتسخينها، المحلول في الهند لونه أزرق يصبح لونه راسب أحمر، يعطي لراسب أحمر أجور دلالة على وجود السكر. إذا التجربة تكون كالآتي، نقوم بوضع محلول حمض فعلين كما تلاحظون في الصورة، ثم نسخنه كشاهد، نلاحظ أنه لا يتغير اللون، يعني أنه لا يوجد سكر به. ثم نحضر محلول فعلين في التجربة، في نفس التجربة نضع فيه قطعة خبز، نسخن، بعد مدة يتحول الراسب المحلول فعلين إلى لون أحمر أجر. إذا السؤال المطروح هو الآن فسر سبب تحول لون المحلول فعلين إلى لون أحمر أجوري بعدما وضعنا فيه قطعة خبز. وقف الفيديو وأجيب. تحول لون الخبز إلى لون المحلول الفعلي إلى بعد التسخين إلى لون أحمر أجوري بسبب وجود مادة السكر في مادة الخبز، وهذا ما يفسر لنا في الفرضية الأولى أنه تحول لون طعم الخبز إلى لون أحمر أجور. إذن الآن يدخل الخبز إلى الفم، نقوم بالفم بتقطيعه، يعطي السكر بسيط، يعطي السكر بسيط. إذن هذا هو درسنا اليوم، أرجو أن تكونوا استفدتم، مشكورون على حسن الانتباه. إذن عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة واليمن والبركة. مشكورون على حسن الانتباه، أرجو أن تكونوا استفدتم. لا تنسوا الاشتراك على قناة على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا الدروس لتصل الفائدة إلى عدد كثير من التلاميذ. شاركوا الدروس.